كما أجرى أيضا التلفزيون المصري لقاء خاصا مع دكتور محمود الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة مالتي ديري. الدور الأمن بي الشركة مش الشركة، هو الدور الأمن بي الدولة. أنت عارف حضرتك طبعا أن الدولة بتعمل عدة مشاريع عملاقة في كل المجالات، ففي مجالنا هذا اللي هو الإنتاج الحيواني ده أحد المشاريع العملاقة اللي بتعملها الدولة. وسيادتك عارف طبعا أن سيادة الرئيس كان طالب كتير من القطاع الخاص أنه يجي ويدخل يعني مع الدولة بإدارة ومشاركة في هذه المشاريع بخبرتها. فطبعا سيادتك احنا لبينا النداء ورحنا للمسؤولين واتكلمنا معاهم، كان كل شيء كويس جدا، ما فيش اي عقبات الحمد لله. وانا اقدر اوجه نداء لكل المستثمرين اذا سمحت لي يعني في كل المجالات مش بس انتاج حيواني، ان زراعه الدوله احنا بدوله قويه وزراعها جامد وبتعمل مشاريع جامده، فاحنا ليه ما نخش قطاع خاص ونبقى وحده واحده وحيلاقوا ان شاء الله يعني استجابه، كنا نتعاون في مصر. يعني اهميه هذا المشروع هو الدوله ما بتعملش الا الحاجات المهمه جدا، ده طبعا مشروع يعتبر امن غذائي لان بينتج البان ولحوم سلع اساسيه. يعني المشروع ده بينتج حوالي 50,000 طن لبن في السنه وحوالي 1,000 طن لحوم حيه في السنه، غير بقى العماله المباشره والغير مباشره، وانت عارف يعني بلدنا محتاجه كل ايد عشان تبني.